ترى من حيث موضوع ابتهال يعني تكرم عينك عندي حط ايديك ورجليك بمي باردة انا لح احكي مع ابتهال وخليها توافق غصب عنها كمان الله يخلي ليك يا معلمتي ويديمك فوق راسي الهي ولك انا خربوش بفردك انا معلمتي منين الله بعت لياكي من السماء انت الله بعت لياكي لان انا ميتي صافي خيرات الله انت كمان الله بعت لياك من السماء وما زال انا رح ساعدك بموضوع ابتهال انت كمان لازم تساعدني بشغلها امري معلمتي انت ما بتحكي غير اوامر اطلبي رقبتي راسي كلياتني حطيني قدامك وقطعي على كفي بدي اياك تراقب لي معلمك ابو صخر ها هالدعسه وين بيروح وين بيجي بدي حركاته كلها يا تبرات الحمام بالتفصيل الممل من طقطق للسلام عليكم استبينا استبينا هلا فهمت عليكي يعني داسوس عائلي الظاهر معلمي ابو صخر عم يلعب بديله شي لا قصدي يعني عم يتنطط عم يروح هون او هون لا هو بالحقيقة يعني استحياطاً مو أكتر شنو الحذر واجب مثل ما بتعرف واجب معلمتي خلاص معلمتي اعتبري من هالتكة كل تحركات المعلم صارت عندك أول بأول يعني رح خبرك حركاته خطوة بخطوة همسي برمشي فقشي